وقابلنا كمان في حفلة تخرج الفنان محمد الشقنقيري وسألناه عن أسباب ابتعاده عن رمضان الفترة اللي فاتت. تعالوا نعرف إيه الأسباب دي. المسلسل السنة اللي فاتت حصل مشاكل إنتاجية فوقف، السنة دي نفس الموضوع بدون ذكر بقى أسماء المنتج، فهو يعني لا خيانة عظمى اتعمل، يعني هيتعمل بس خيانة عظمى بره رمضان، هو 45 حلقة، لا مسلسل تاني، فهو السنة هو بس نفس المنتج. السنة اللي فاتت كنا ماضيين معاه وكنا ماضيين مضينا خلاص وظبطنا، حصل مشاكل عنده والسنة دي حصل بينه وبين القناة مشكلة فبرضه المسلسل وقف. ومن الأعمال المهمة اللي بيشارك فيها بطولتها محمد الشقنقيري مسلسل بعنوان خيانة عظمى، تعالوا نعرف منه تفاصيل المسلسل وفكرته وأبطاله. خيانة عظمى المفروض ان هو يعني احنا قعدنا اعداد تحضيرية قريب، وهو عشان 45 حلقة فمأجلينه لبعد رمضان، ومفترض وفي تعديل بس في النص في بعض، لان هو يعني في لاين كده خط درامي عن السياسة شوية فبيتعدل يعني، وربنا هيسهل بيقولوا هيخشوا بعد العيد على طول. في إيمان العاصي، في فراس، يعني في محمود عبد المغني.